صوت تسجيل لسه موجود بس اخف. جبت فرامل جديده، شلت فرامل الكبايزه، جبت سرعه جديده، ظبطت العجله نايس، بس هجيب ترايبود للتليفون عشان نصور تاني بقى. لا مش هقعد ماشي الكاميرا صغيره في ايدي طول ما انا بسوق كاش. الموضوع صعب، الموضوع صعب فشخ. يلا بينا على الجيم، فاضل 10 دقايق عشان نبقى هناك. ابي بس خلاص الجيم خلاص، فمفروض ان هرجع البيت كمان 10 دقايق عشان اريح وكده. النهارده كان ليك داي وهرجع بالعجله ورجلي متدمره. الفكره ان انا مش عامل جدول بالحاجات اللي انا عايز اعملها، مش جايب ورقه وقلم بقول انا عايز اعمل ده وده 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 النهارده. لا، انا النهارده كل الحاجات اللي كان نفسي اعملها، الحاجات اللي كان نفسي اطور فيها نفسي، الحاجات اللي كان نفسي ابذل فيها مجهود هعملها وخلاص من غير ما افكر. هي دي الفكره، ان لو انا حاولت يعني افكر في الموضوع اكتر وعقد الموضوع اكتر، وده لا ده انا هشتغل في ده نص ساعه، لا هشتغل في ده ساعه، هشتغل ده 10 دقايق، هشتغل في ده نص اليوم، نص اليوم التاني مش عارف ايه، لو انا قعدت اعقد نفسي بالشكل ده اظن الموضوع هيبقى اصعب بكتير جدا ان هو يتعمل. فاروح تعال نقول مثلا هستحمى، وبعد كده ممكن امسك كمان العب عليها، ممكن افتح بلندر واحاول اعمل اي بروجكت عليه. فعندي كتاب ممكن اقعد احاول اذاكره شويه، عندي كتاب بتاع جرامر بتاع انجليزي ممكن اقعد اذاكر عليه شويه. كل الحاجات دي طبعا سيلف توت، ما انا مش في كورس خالص ولا في بلندر ولا في اي لغه خالص ولا حتى في شغل ذات نفسي اللي هو فيديو ايديتنج. فهسيب نفسي لنفسي. كان مفهوم؟ مش عارف كان مفهوم ولا لا يعني. بس رجعنا البيت، تعالى اوريكوا هنعمل ايه النهارده. توتوريال 37 دقيقه لو انتم مش شايفين. هعمل اوضه، عندي الشاشه عقيمه شويه ودي يعني احسن منها شاشه استرا، الاثنين استرات بس دي قديمه قوي، دي قديمه كل شويه بتلون واحده وكده. ما علينا، خلص بلندر، خلص توتوريال، نقعد نلعب على الكمانجا. ممكن نعمل حاجة تانية غير كمان، في حاجة كتير يعني، في حاجة كتير هنعرفها بعدين. بص وصلت لإيه؟ شايف؟ بص أنا أوريك الأوضة، بسم الله الرحمن الرحيم. شايف أنت المربع ده؟ ده السرير، المفروض السرير يعني، ودي أرضية، الأرضية دي طلعت اللي خلفوني طبعًا. الحيطة أهي، وفي هنا كده كورنر كده جميل. طبعًا أنا بكبر في الموضوع لأن الشيء دوت خد مني 3 ساعة ونص. والتوتوريال اصلا 37 دقيقة، انا وصلت 7 دقايق ونص بالعافية يعني. فموضوع الشيء ده خد مني 3 ساعة ونص. 3 ساعة ونص ليه؟ تعال احكي لك. طبعا انا كنت متوقع ان انا اعمل احسن من كده كتير. انا بقالي كتير مش بستعمل البرنامج، ناسي كل الشورت كاتس، ناسي الموضوع الدنيا ماشية ازاي. فعملت غلطات كتير وعدتها، بس لما جيت اعيد بتاع دوت الاوضة تاني ما خدتش من وقت. انا حاليا الساعة 3:30، فانا لو كملت في البروجكت دوت ممكن اخلص النهاردة، ممكن اخلي الهدف بتاعي ان هو يخلص النهاردة. بس دي مش فكرة البلوج، ولكن اوعدكوا ان البروجكت دوت هينزل، يعني هينزل وهعمل غيره لو عرفت استمر على الروتين دوت، عرفت استمر بالشكل دوت بشكل يومي على الاقل، بنقعد ساعتين او حاجه على بلندر مثلا. فدلوقتي نسيبنا من بلندر خالص، هعمل سيف بروجكت واكمله بكره، ولو ما خلص بكره اكمله بعده وهكذا، لان الموضوع بيبي ستيبس، مفيش حاجه بتخلص كده يعني. وده اللي انا استوعبته اكتر، انا عارف الشيء ده لكن انا استوعبته اكتر النهارده. فخلصنا الشيء ده، ننقل بقى على اللي بعديه. جه الوقت لما اخلص شغل بقى اللي ورايا. فعلا انا فيديو اديتور، فورايا فيديوهات اخلصها مش كتير، بس برضو مش عارف اخلصه النهارده يعني. مش همشي بنفس المبدا اللي انا كنت عايز اعمله مع 3 دي، لا انا هي بيبي ستيبس. هحاول اخلص جزء من الشغل النهارده وبكره اكمل. بعد ما اخلص جزء من الشغل دوت هتفرج على التوتوريال دافنشي، ممكن وانا بشتغل اتفرج على التوتوريال فاكون خلصت حاجتين في نفس الوقت، اتفرج على التوتوريال واطبق التوتوريال على الفيديو اللي انا هشتغل عليه، اتعلم حاجه جديده بالمره يعني. بعد كده هيكون ورانا ان احنا نذاكر انجليزي، نذاكر صيني شويه، بعد كده اخر حاجه في اخر اليوم ان احنا نقرا كتاب. كتاب ايه تسالني؟ انا مش عارف، عندي كتب كتير ما قريتهاش بقالي فتره. ف
خلص شغل الحمد لله، شغل النهارده خلص. المهم بس انا رايح شويه والعب جيمين من اي لعبه عندي، ف هدي نفسي ساعه مثلا بالكتير قوي، رايح في يوم كده ونكمل بقى. افتكر على قد ما اقدر الموضوع ده كان بيتعمل ازاي. محتاج قاعدة على الكراسة اللي معايا عشان افتكر المثال دي كانت بتلعب ازاي. معايا ورقة تكسبلين الموضوع وكنت بسيبها هنا. دي شكل القعدة. الكتاب اللي هنقراه النهارده اسمه The Idiot Brain. ايه الفكرة بقى من ان انا اقرا الكتاب ده بالذات؟ ان كتاب انجليزي وما لقيتش كتاب انجليزي عندي غيره يعتبر، فقلت طيب انا ممكن اقرا منه الكلمات اللي انا ما اعرفهاش يعني اترجمها او احفظ الكلمة. ولكن انا عندي مشكلة ان في صفحة كاملة معمولة بالشقلوب. فوكس اوكي، وده كلام بالشقلوب، صفحة معمولة كده حرفيا. بعد كده هيكون عندي اني ابركت ان انا اتعلم صيني. الساعة دلوقتي 9:30، فعلى ما اعتقد لو هنام هنام على الساعة 10:30 11، كان ده كله مش هاخد ساعة ساعتين، هلاقي نص ساعة بس اقرا لي صفحتين تلاتة خمس صفحات ممكن وخلاص. هنقرا الكتاب ده وبعد كده نشوف اليوم بقية اليوم هيمشي ازاي. النهاردة اليوم برعاية المشروع ده، او مش اليوم كله، هو اخر يوم بس ايس تي، وعشان بس ما تفتكروش ان حاجه فانسي والكلام ده، هو شاي ساقع. اغلي شاي، استناه يبرد شويه، حطه في الفريزر، بس عليه نص ليمونيه، ده اللي لقيته في الثلاجه، نص ليمونيه وحته نعناع بايظه. الساعه دلوقتي 10، مش شايف قدامي كويس ومحتاج انام. للاسف ما اقدرش ان انا احقق امنيه النهارده في ان انا افتح الكتاب الصيني اهو وابدا منه على قد ما اقدر. انا بحاول انا ما اخليش اي حاجه فيك، بحاول اعرض لكم حياتي ماشيه ازاي، بحاول اعرض لكم فعلا اليوم ماشي ازاي. لما اجي اقول لكم مثلا دلوقتي ان انا بذلتش مجهود ان انا اتعلم لغه تانية النهارده، او انا ابدا ان انا اتعلم لغه تانية، فانا فعلا ما عملتش كده. وانا بصراحه كنت متوقع من نفسي اكتر من كده. اول النهارده ايه هو البرفكت روتين؟ المصطلح ده بيختلف من واحد للتاني على حسب البرسبكتيف بتاعك للموضوع عامل ازاي، ولكن من وجهه نظري انا شايف ان البرفكت روتين دوت هو عادات او حاجات انا بعملها على مدار اليوم كويسه ليا، كويسه ليا دلوقتي، كويسه ليا بعد كده، حاجات انا عارف اطور فيها من نفسي، سواء كان في الشغل سواء كان في حياه عامه بشكل عام. اكيد كان او ما زال عندك حاجه نفسك تتعلمها، مثلا انك تتعلم سكيل جديده، مثلا انك تتعلم ازاي تبرمج، تتعلم ازاي تعزف على الجيتار، تتعلم سباحه، مهما يكن ايه بالظبط انت عايز تتعلمه. فانا مش عايز اقعد افيك عليكم خلاص واقول لكم انا حياتي جامده فشخ. بالعكس، فاللي انتوا شفتوه على مدار اليوم دوت، اللي انتوا شفتوه في الفيديو ده كله، ده مش حاجه بعملها بشكل يومي اطلاقا. بالعكس، الحاجات دي كانت مشوشاني جدا. طب انا هسيب الشغلانه اللي انا فيها واتعلم 3D؟ طب لا، انا بحب ان اعزف على الكمانجا، طب ما اركز فيها اكتر. لا، طب انا نتعلم لغه جديده يمكن نشتغل بيها بعد كده. طب لا، انا عايز اعمل كذا، طب انا عايز اعمل كذا، طب انا الجيم انا اروح اللي جنبي دوت، ولا اروح جيم بعيد، طب العجله دي ابيعها ولا اسيبها. دي حاجات انا بعد عليها بشكل يومي يعتبر. وطبيعة يومي، اليوم الطبيعي بالنسبة لي ان يومي فاضي مش بعمل فيه حاجة. لو في حاجة بعملها في يومي ان انا بالكتير قوي بشتغل، ده لو جالي شغل. الشغل بالنسبة لي يعني شغل بالنسبة لي انا واقف بقاله فترة طويلة. وانا هقول لكم خلاصة التجربة دي ايه. خلاصة التجربة اللي انا اتعلمته من النهاردة ان اول حاجة مفيش حاجة بتعمل من اول مرة على طول خالص. مفيش حاجة اسمها ان انا هفتح مثلا برنامج واخلص بروجكت كامل متكامل عليه والبروجكت دوت هيطلع شكله بيرفكت وهيطلع جامد فشخ. مفيش حاجة اسمها كده. دي اول حاجة اتعلمتها النهاردة. تاني حاجة اتعلمتها النهاردة هي ترتيب
اولويات على قد ما اقدر. الفيديو ده بصوره تاني يوم بالظبط، انا ماشي على نفس الروتين اعتبر، ولكن غيرت اولوياتي، نزلت الجيم وعملت كل حاجه، فرتب اولوياتك كويس. انا اقدر اقول لك تالت حاجه اتعلمتها، ان مش مستحيل ان انا اتعلم حاجه جديده وسط الدوشه اللي انا فيها دي. الفكره كلها ان الاقي حافز، الحافز بتاعي ايه؟ ان انا الحاجه دي في المستقبل عايز اعمل منها بروجكت كتير، الحاجه دي عايز اعمل منها فلوس، الحاجه دي عايز تبقى مستقبل بالنسبه لي. فلازم يبقى في هدف في الاخر، اند جول للموضوع. اهم حاجه في الاخر الجيرني، اهم حاجه الطريق اللي انا همشي عليه، همشي عليه ازاي، هتسلى بيه ازاي. ده كان مصطلح البرفكت روتين بالنسبه لي. دي يعتبر الحاجات المهمه او الاساسيه اللي انا اتعلمتها. تجربه امبارح، الفيديو ده اتصورت امبارح، دي اثرت عليا جامد، ولقيت نفسي فعلا النهارده بمشي بنفس الستبس ولكن بترتيب اولاد اكتر. الحاجات اللي بتاخد من وقتي حاسس مش عايز اعملها، وحاسس ان انها مش تنفعني، وحاسس ان ملهاش قيمه، رميتها خالص ودخلت حاجات اهم في يومي. ام انت شوف انت البرفكت روتين تعمله ازاي، ما تكسلش.